الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله صحابته أجمعين، وبعد، في هذه الأيام، أيام الاحتفال بالمولد، وقد علمتم كما تقدم من حديث المشايخ أن هذا من البدع المحدثة، وزيادة على كونه من البدع أنه لو كان الاحتفال من السنة لما جاز أن يكون بهذه الطريقة اللي بيحتفل بها الناس اليوم. وفي كثير من الشبهات ينشرها المتصوفة لترويج الاحتفال بالمولد هذه الأيام. من ضمن الشبهات المروجة جابوا مقطع أو صورة لاحتفال وكتبوا عليها السعودية تحتفل بالمولد النبوي لأول مرة، والصورة نشروها في وسائل التواصل الاجتماعي على أساس أنه ده دليل لهم أنه يحتفلوا بالمولد عشان السعودية احتفلت. أولا يا أخواننا، هذا الخبر خبر مكذوب، والسعودية لم تحتفل بالمولد، إنما هذه صورة التقطت من زواج أحد الفنانين كما قيل، زواج أحد المشاهير أو الفنانين، التقطت الصورة وبعد ذلك كتبوا عليها السعودية تحتفل بالمولد ولأول مرة. فالخبر نمرة واحد كذب. يزاد على ذلك يا أخواننا، يتضمن هذا الخبر اعتراف من الصوفية أنفسهم أن الاحتفال لا دليل عليه، لأنهم مش يفتشوا فين السعودية تحتفل. أنت لو كان عندك دليل من الكتاب والسنة ما يضرك وما يفيدك السعودية احتفلت أو لم تحتفل، ما بضرك. يعني الليلة أنا عشان أصلي الصلوات الخمسة أو صلاة الضحى أو رقيبة الفجر أو أصوم الاثنين والخميس أو أصوم يوم عاشوراء أو غيره من الفرائض أو السنن، ما أحتاج أبرهن إنه السعودية بتعمل كده عشان أنا أعمل كده، صح؟ هل الليلة بتحتاج أنت عشان تصلي الصلوات الخمسة تجي تجيب لي صورة بتاعت الحرم وتقول لي الصلاة صلاة الفجر من الحرم المكي أو النبوي، بتحتاج؟ ما بتحتاج. فكون الصوفية ينشروا صورة مكذوبة لاحتفال بالمولد هذا مما يدل على أنهم عجزوا عن إيراد الدليل. هذه مسألة ثانية. مسألة ثالثة، السعودية من فضل الله تبارك وتعالى عليها أنها قائمة على الاعتناء بالتوحيد ونبذ البدعة، هذا الأصل الذي قامت عليه، ولا يمكن أن تحتفل السعودية بصورة رسمية بالمولد إلا أن يكون هذا الاحتفال صادراً عن فتوى من هيئة كبار العلماء أو من اللجنة الدائمة للإفتاء. لكن لا يمكن يطلع قرار بالاحتفال بالمولد وهذا القرار غير مدعوم بفتوى شرعية، ما في قرار زي ده بيطلع إلا أن يكون مدعوم بفتوى شرعية من العلماء.
وبالتالي يا اخواننا زيادة على كذب هذا الخبر، وزيادة على ما تضمن هذا الخبر من كونه معجز عن إيراد الدليل. نحن نقول لهم لو سلمنا جدلا، قلنا يا اخواننا لو سلمنا جدلا بأن المملكة السعودية احتفلت بالمولد، يبقى السؤال برضو قائم، إذا كان نحن سألنا السودانيين اللي احتفلوا بالمولد سؤال، ما هو الدليل على الاحتفال بالمولد؟ لو السعودية برضو احتفلت هنقدم لهم نفس السؤال، ما هو الدليل على الاحتفال بالمولد؟ لأنه كون الإنسان سعودي ما معناه يتبع في كل ما قال، ما معنى يتبع في كل ما قال؟ في النهاية عندنا الدين ما بيثبت بده سعودي ولا ده سوداني، الدين بيثبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره أو ما جاء في القرآن. أما غير كده فالجميع كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى كل يؤخذ من قوله ويرد. فلو احتفلت السعودية كلها من أولها إلى آخرها احتفلت بالمولد لما كان ذلك دليلا على جواز الاحتفال بالمولد أبدا. طيب دي مسألة انتهت. مسألة أخرى، الصوفية لما رأوا حجة إخواننا القوية جدا في إبطال الاحتفالات البدعية بالمولد، قاموا بيجوا بينشروا في شبهات، والشبهات دي سجلوها زي ما شايف ناشرين في وسائل التواصل صورة لصوفية مرسل لهم، قال الحبيب الجفري مرسل لهم زواكر فيها شبهات وأباطيل للاحتفال بالمولد وترويج الأشياء بتاعتهم دي كلها من بدع وشركيات إلى آخره، مرسل لهم زواكر قال انشروها ويوزعوها، قال في الحافلات مواصلات وزعوها في الأسواق محلات العامة عشان الناس قال يعرفوا العلم ده. وين العلم؟ كويس؟ أولا يا إخواننا ده فيه دليل واضح جدا على قوة انتشار المنهج السلفي وقوة الحجة، لأن التصوف يا إخواننا يوم من الأيام ما كان الصوفية بيحتاج إلى دليل لإقناع الناس بما هم عليه. الصوفي كان بيقول لك شيخي عمل وشيخي قال والناس وراهم طوالي، لكن اليوم احتاجوا إلى أن يسلكوا نفس المسلك الذي سلكه أهل السنة في إقناع المجتمع وتعليم المجتمع وإرشاد المجتمع على الكتاب والسنة، لكن المتصوفة ليس لهم دليل لا في الكتاب ولا في السنة، لقوله تبارك وتعالى والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. ما عندهم حجة، عشان كده يمشوا يلقطوا من هنا أحاديث ضعيفة، آيات يفهموها غلط، أحاديث صحيحة يفهموها غلط، يلووا الكلام، يحرفوا، يقطعوا، يبتروا، ده كله عشان يقنعوا المجتمع، لأن المجتمع اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى كثير منه تعلم ثقافة الدليل. الواحد أول ما تقول له حاجة يقول لك دليلك وينه؟ وطبعا دي ما تنفع مع الصوفية، الصوفية دين بدليلك ده ما ينفع معاهم، هم دارين دين بس أبويا الشيخ قال وتمشي على كده. وبالتالي جايبين زواكر ناشريننا من الشبهات اللي فيها، قالوا يعني تعقيب على كلام مشايخ السلفية ودعاة الدعوة السلفية لما قالوا لهم
لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بدعة ضلالة مردود على صاحبه، لما جاء في حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعندنا قاعدة: الترك دليل على المنع. يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم دليل على الفعل، وتركه دليل على عدم الفعل. الترك شنو يا اخوانا؟ دليل على عدم جواز الفعل. الدليل على القاعدة شنو؟ قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن وضع في الدين شيئا جديدا فهو معقب على هذه الآية. عرفت معقب معناه شنو؟ يعني كأنه بيضيف شيء زائد على القرآن، يضيف شيء زائد على السنة. لذلك قال الشاطبي في الاعتصام، قال: والمبتدع معقب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه وتعالى يقول: والله يحكم لا معقب لحكمه. ما في زول بيعقب على الله سبحانه وتعالى. طيب الصوفية قالوا، قلبوا القاعدة، قالوا الترك ليس دليلا على المنع. وبعد ذلك بدوا يوردوا في بعض المواقف والأقوال لبعض الصحابة والتابعين والأئمة إنه في أشياء فعلوها والنبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها، قالوا عندهم دليل. وطبعا مما تنظر لأي دليل بيظهر لك غباء الاستدلال. عشان كده العلماء قالوا كما ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى: أن الاستدلال بأي دليل لا بد فيه من أمرين إن كان من السنة. الأمر الأول ثبوت الدليل، يكون ثابت صحيح يعني ما ضعيف. الأمر الثاني وقوع أو انطباق الحكم أو انطباق الدليل على الحكم. يعني الدليل يكون بيتكلم عن نفس الحكم اللي أنت طلعته منه. فقاموا قالوا دليل على شيء فعلوه الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم ما فعلوا، جابوا قصة جمع القرآن. لما أراد أبو بكر الصديق جمع القرآن واستشار عمر بن الخطاب، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كيف نفعل شيئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لاحظ الاستدلال بتاعهم وين؟ ده يقول لك الصحابة أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب ومن معهم من جميع الصحابة إنهم فعلوا شيء النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلوا. عشان كده نحن كصوفية يقول لك نحن كصوفية نعمل حاجة ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول الاستدلال ده باطل. كيف باطل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فكون أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب يتفقا على مسألة ومعهم جميع الصحابة، هل بنقول هذه المسألة ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بنقول هي من جملة فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي من جملة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دل عليها، دل عليها، قال: عليكم بسنتي وسنة من؟ الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هل القرآن جمع بإجماع الصحابة ولا كان فيه خلاف بيناتهم؟ بالإجماع.
في زمن عثمان بن عفان الجمع الثاني للقرآن. لما دخل الناس في الإسلام وتعددت الألسن والقراءات، فشكي إلى عثمان رضي الله عنه، فقال عثمان بعد ما جمع الصحابة، والغريب هذه الرواية نقلها كبير من كبراء الشيعة اسمه أبو عبد الله الزنجاني، دل البطعن في عثمان ذاته. جمع عثمان رضي الله عنه الصحابة والعلماء من غير الصحابة، فقال: ما ترون في هذه القراءات؟ قال: أرى أن هذا قد يؤدي إلى الكفر، فيقول البعض: قراءتي خير من قراءتك. والناس ما تفهم إنه القرآن نزل بأحرف وكذا كذا إلى آخر. قال: قد يؤدي ببعض الناس إلى أنه يفضل بعض القرآن على بعض. قال: أرى أن نجمع المصاحف ويحرقها وكلها يوحدها على مصحف واحد، اللي هو مصحف عثمان الموجود اليوم. فحرق المصاحف الأخرى وجمعها. وكان من بين الحاضرين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبإجماع الصحابة حرق تلك المصاحف. هل نقول اللي فعل عثمان خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لأنه يدخل في قوله: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. إذن انتهت الشبهة. جابوا أثر لعائشة رضي الله عنها، قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى وإني لو سبحها. تعرف غباء، غباء الفهم. قالوا: هنا السيدة عائشة فعلت شيء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هل الأثر ده يا أخواننا فيه إنه النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله؟ السيدة عائشة تتكلم عن ما رأت. قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى. سبحة ما معنى سبحة بجرها؟ ركعتي الضحى يعني. كويس؟ هذا فيما رأت، لكن ده ما معناه أن السيدة عائشة تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل وأنا بعمله. كيف السيدة عائشة تقول الكلام ده وهي راوية الحديث؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هي راوية الحديث، كيف تجي تعمل لها حاجة النبي صلى الله عليه وسلم ما عملها؟ لكن هذا فيما رأت، السيدة عائشة ما رأت، لكن رأوا غير السيدة عائشة. بل جاء في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وحديث أبي هريرة، قال: أوصاني خليلي بثلاث، ومنها قال: وركعتي الضحى. حديث البخاري. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الضحى إذا رمضت الفصال، والفصيل هو ولد الناقة، حين ترمض الفصال يعني لما تسخن الشمس لحد ما الفصال الأولاد الناقة الصغار ديل الأخفاف بتاعتهم بتسخن كويس، الوقت ده قال وقت الضحى. فده ما معناها إنه الضحى ما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلتها السيدة عائشة. وهكذا ما نقلوا من جميع الآثار كلها، ما فيها شنو أخواننا، ما في أي دليل على إنه نعمل حاجة النبي صلى الله عليه وسلم ما عمله. واستدلالهم هذا هو عين الاعتراف، ده ما اعتراف منه إنه ما في دليل على المولد. عشان كده دائما بتلقى أدلة الصوفية وشبهات ما أدلة، يضرب بعضها بعضا، ده بتضرب بدا، يجي يقول لك الدليل على الاحتفال بالمولد شنو الدليل؟ يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين، وسئل عنه قال: هذا يوم ولدت فيه.
ده دليلك. ايوه امشي قدام يقول لك ومن الادله ايضا ان هذا من البدعه الحسنه. وطيب انت ما قلت في دليل يبقى كيف بدعه؟ انت قبل ما قلت في دليل فجاءت تقول لي ده من البدعه الحسنه. شوف واحد واحد منين يا يبقى بدعه حسنه يبقى ما في دليل عليه، لانه اصلا البدعه الحسنه عندكم انتوا يا صوفيه دي ما في دليل عليها. لو في دليل على دي ما بدعه حسنه، دي سنه، فكيف يبقى بدعه حسنه؟ ها؟ وما جاء يبقى في دليل عليه وتمشي قدام تقول لي لا لا يجوز نفعل شيء ما فعله الرسول. ها؟ نفعل شيء ما فعله الرسول وانت قبل قلت فعله الرسول، دي لخبطه. شنو دي؟ دي لخبطه. عشان كده العلماء قالوا استدل قبل ان تعتقد. يعني انت شوف دليلك اول شيء. الصوفيه مشكلتهم اول شيء حيحتفلوا بالمولد ودقوا نوبتهم ومدايحهم ورقصوا وسووا ده كله، بعد ذلك يفتش للدليل. يعني لو ما في دول سالهم ما كان ذاته بيحتاجوا لدليل، بقوا شو ساي. عشان كده العلماء قالوا استدل قبل ان تعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل فتضل. وانت القاعده دي وخذها في كل شيء من شؤون حياتك دينك. اول حاجه انت شوف دليلك، الدليل اللي بتجيب عليه انت، بعدك تاني اعمل الشيء، لكن ما تمشي انت تسويه وبعدك تفتش الادله. كل ما عند الصوفيه اليوم، لانهم في الاول منهج الصوفيه ودين التصوف ما هو قائم على أدلة الكتاب والسنة. دينهم ده من الأول قائم كده، من عقيدتهم. الولي يخلق ويرزق ويدي الجنة ويلحقك في الشدائد وينفعك ويضرك وينفخك وأي شيء يسويه، دي عقيدتهم. طيب تمسك عباداتهم، أي واحد فيهم شغال براو الطريقة الفلانية تلقى دي أولاد وأسكارة وسللة ما حب، وتقول سككي حككي وفتلي وده براو، ويجي ده يكوم لك يمان وعقائد. طب خدتوا دينه منتهوا منه، طب نظموه. أول ما لقوا صوت أهل السنة قوى والناس بيجوا يسألون من الدليل والمجتمع بقى بطالبهم بالدليل، بيجوا يفتشوا ليش شغلانيتهم، يجي يرجعوا فيها. ها؟ ده يفتش له دليل بيجاي. زي الصوفي ده قال الولي يخلق، قال كما أن عيسى ابن مريم يخلق. بالله شوف جنس الغياز ده. ها؟ والله ده زي الزول بيقول لك ال 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 ال, ال عندنا جدادة ولدت، تقول لك جدادة ما بتلد، يقول لك لا لا جدادة ولدت لأنه الناقة ولدت اليوم ذاك، زي ما جدادة ولدت الناقة ولدت. فده ده قياس مع الفارق، ما تقيس الجدادة على الناقة، ده قياس مع الفارق. فده أي واحد ده مخرجه برا، والجدادة موضوعة برا والناقة موضوعة برا، كويس. وكذلك يا إخواننا الأنبياء لهم حرمتهم ولهم مكانتهم، وربنا سبحانه وتعالى جعل للأنبياء خصوصية وجعل لهم معجزات، ومعجزات الأنبياء هي آيات، آيات اسم آيات يعني علامات. ولقد أريناه من آياتنا الكبرى علامات. العلماء قالوا آيات الأنبياء كما قال ابن تيمية هي علامات تدل على أن هذا نبي، علامة تفرق بين النبي وبين غير النبي. قالوا اتنا بآية إن كنت من الصادقين، جيب آية تدل على إنه أنت الشيء اللي بتعمله ده ما يعمل بشر ولا يعمل جن. الجن ما يعمل آيات الأنبياء، آيات الكبرى معجزات الأنبياء. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أعطى عيسى بن مريم عليه السلام أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لشنو؟ لآية، آية آية لكم. دي آية من الله بتدل عليه إنه ده نبي، نبي، لأنه ده ما مشعوذ. المشعوذ ممكن يعمل حاجات كثيرة، لكن آيات الأنبياء تدل على أنهم أنبياء. هسا يجيك صوفي يقول لك لا، والشيخ يخلق كما أنه عيسى بن مريم يخلق، وداك عنده عصا زي عصا موسى، وبعدين ده بيقطع البحر زي ما موسى عليه السلام عبر البحر،
ويجي واحد يقول لك لا لا ده اللي بيرزقه وده اللي يا ناس اها برضو عندكم ولي عنده قران؟ ولي نزل عليه قران فيه؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نزل عليه قران معجزه. النبي عليه الصلاه والسلام مسري به. أصل الآن الصوفية يستدلوا بالإسراء. بالإسراء عرج به إلى السماء ورأى من الأنبياء ما رأى ورؤية حقيقية. لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: سبحان الذي أسرى بعبده. ما في ناس يقول لك لا لا دي روح ما الجسد بعبده. قال العلماء: والعبد لا يطلق إلا على الروح والجسد معا. لأنه العبد ده مكون من روح وجسد، ما روح برا ولا جسد برا، كله سبحان الذي أسرى بعبده. والنبي صلى الله عليه وسلم قابل الأنبياء وصلى بهم. هل يجي صوفي الآن يستدل بالكلام ده؟ دي معجزات أنبياء. لكن زي ما قلنا يا إخواننا، النازل أول حاجة نظموا دينهم الباطل ده وخطوه بجاي، وبعد ذاك لما سألوه من الأدين لا قعدوا يلقطوا يشيلوا يرجع بهني وشيل ويرجع. ها؟ زي جلابيته لما رجع بيرجع في رقع. ما في دين بيرقع يا اخواننا. الدين ده قائم على ادله. فهمتني؟ عشان كده كل الاستدلالات بتاعتهم اللي لا منها دي كلها استدلالات باطله. يعني ممكن صبي من الصبيان يرد عليها. جو صغير. تجيب تقول له يا اخي الدليل على المولد قالوا انه النبي صلى الله عليه وسلم بيصوم يوم الاثنين. اها بصوم انت بتاكل؟ اصل الدليل وينه؟ جاب لك حلاوه مولد وراسيه وترمس وما تعرف وشنو؟ ده علاقته بالصيام شنو؟ وكان بيصوم يا اثنين، الاثنين ربيع الاول كل ليل. وانت واحده ما بتصومها. ويجي يقول لك والله كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم عشان كده احنا نحتفل بالمولد. ده يا اخواننا كله عباره عن ترقيع. ده رسع في رقبتهم. تمام؟ فعشان كده الناس الموضوع ده تجيه تمام. وشفت الايام دي انت لو عندك موبايل النوع الطويل ده وبينشر الحاجات دي ما تقعد انت تعديها كلها اها ها وهي هي وتضحك مع الناس. الناس الشغالين ضلال. انت انشر الحق يا اخي، انت بتلقى اجر. داك ما بيلقى، داك بيلقى ذنوب. صليت انت موبايلك وصفحتك في الفيسبوك فهمت؟ واعمل لك جروب في الواتساب لمن صحبانك كلهم، واي واحد بيعرف اولاد اهلك. جروب الاهالي براو، جروب صحبانك براو. السما دي بلوى الله ابتلانا بها، نحن ما دارينها في الاول، ابتداء ما دارينها. لكن دي بلوى الله ابتلى بها المجتمع، اي زول في الشعب السوداني ده بلغ من 15 سنه ولفوق شايل موبايل زي ده. فانت ما بتلقاهم برا، الناس زمان يقول لك تربية الشوارع، بس ما في ناس قاعدين في الشوارع. في الشوارع ما في. جوا جنب الوصلة، تكون قاعد جنب الوصلة. بس مركب شحن وقاعد جنب الوصلة. ده انت ما بتلقاهم في الشارع ولا في الجامع. ده انت الوصلة تلحقوا بالوصلة دي بس، شفت بالوصلة تلحقوا. تشتغل انت تنشر الخير. فهمت؟ لقيت ناس طوالي خش لهم في نقاش في جروب في المولد، طوالي خش معاهم. المولد لا يجوز. داك دخل قال لك بيجوز، طوالي يكون عندك طرقه طويله جاهزه تشيله وترفع عليه. جاب لك بعديها مناظره الشيخ الالباني ترفع عليه طوالي. تدور غلاط معاهم، الجروب فيه 230، لو اقتنعوا ثلاثه انت ربحان. النهايه ما خسران شيء، السنه دي ثلاثه، السنه الجايه بتدخل ثلاثه جداد. وهكذا. في النهايه الدعوه يا اخواننا الانسان الداعي السلفي مما يميزه انه يواكب في وسائل الدعوه. واصل المنهج ده ثابت ما فيه تغيير، منهج هو ذاته. لكن انت تواكب في وسائل الدعوه. الناس اتخذوا وسيله الى الاضلال، انت اذا وسعت انه الوسيله دي تستخدم للخير وباسلوب طيب تستخدمها وانت تنشر لهم الخير. لكن ما تقعد رافع لك ورده من الصباح ولا واحد اكل له عصيده ورفع العصيده وقاعد بعين فيها، يا ذا العصيده دي احنا ما نستفيد منها حاجه. بعد ما تاكل احمد ربك وقوش خشمك وانشر خير للناس. قول كلمه خير، علم الناس، ارشدهم، زيل الشبهات. يعني هسه مساله بسيطه زي دي
زول رافع لك صورة قال السعودية تحتفل بالمولد، يمكن تضل لها ناس بالمناسبة. انت بس ارفع له طوال صورة وراه قول لهم دي كذبة. بس خلاص الموضوع بيمشي لقدام. وهكذا الناس تحرص اخوانها وتشتغل وتخلص النية وتجتهد. اجتهد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ابل، ابل الجاهلية، ابل عظيمة. قال لك خير ليك؟ الله يهدي بك زول واحد بس. والحمد لله ست لو نظرت للآن الناس اللي حواليك والناس اللي بتشوفهم وربنا هداهم ونور بصيرتهم، ديل كثير منهم يوم من الأيام كانوا من شايتين بغادي شايتين جاي، هسه بيجوا بياي وشايتين غادي. فأنت اشتغل بنفس النظام ده، أمشي جيب لك واحدين ثاني خلوهم يشوتوا كده. فربنا سبحانه وتعالى ممكن يهدي الإنسان، بس أنت أسعى، ربنا داري منك السعي والهداية عنده. السعي، قدم كلمة خير واحدة بس قدمتها، والله ربنا يجعل بها بركة كثيرة وخير كثير. شكل الصلاة جات يا اخواننا، في ما اظن في اسئلة ثانية، شيخ مزمل جاوب عليها، انا كفاية على كده، خلوني جزاكم الله خير.